الهدف من أنه تكون في هاي الأمسيات هي إعادة إحياء الفعاليات الثقافية الفنية، لأنه اليوم نحن أكيد بحاجة صرنا نرجع هيك نرجع هذا النبض السوري، نرجع هاي الحياة من خلال هاي الفعاليات. Since I arrived, so I mean last night. الحقيقة هو اللي لاحظه من ساعة وصوله إنه لأنه وصل متأخر بالليل، لاحظ الشيء اللي شافه من 10 سنين إنه البلد كتير فيها حياة، فيها حركة، ما اختلف عليه هذا الموضوع. يعني الساعة 11 بالليل في ناس بالطرقات، في محلات فاتحة، وهذا الشيء اللي بيحبه، هي نقطة من النقط اللي بيحبها بسوريا. ليه هو بسوريا اليوم؟ لأنه هو لعب من 10 سنين بقلعة دمشق، وكان متأثر كتير بدمشق، بالعالم، بالروح الموجودة فينا، لذلك حب يرجع، بالإضافة إلى أنه هو تزوج سورية، فهو اليوم هون ليلعب للشعب السوري، لعائلته، للبلد اللي حبها وشافها من 10 سنين.